النهاردة ميعادنا مع محاضرة بعنوان توكسوبلازما جونديي. المفروض هناخد ايه النهاردة؟ هندرس شقين في المحاضرة، اللي هو البارازايت نفسه زي ما احنا متعودين، هنشوف المورفولوجي واللايف سايكل، وهندرس الديزيز من اول المود اوف انفكشن، كلينيكال اسبكت، دايجنوزيس، تريتمنت، بريفنشن اند كنترول. بلازما زي ما احنا عارفين هو عبارة عن ضمن عيلة اسمها اللي هو الكوكسيديان بروتوزوم، دوت بيسبب ديزيز اسمه توكسوبلازموزس اللي هو مرض القطط. ده موجود all over the world. التوكسوبلازما ده بيعيش جوه الخلايا، ده انترا سيلولار بارازايت، وبيبقى اوبليجيت يعني ما بيحبش يعيش الا داخل الخلايا، وبيعمل انفكشن لكذا سبيشيز منها الموست ماملز وسام بيردز اند ريبتيلز. مين البرايمري هوست بتاع التوكسوبلازما؟ هي الكاتس، الكاتس اند الهيومنز اند اذر ورم بلودد انيمالز، دول انترميديت هوست. يبقى انا عندي البرايمري هوست اللي هو الديفينيتيف هوست اللي بيحصل فيه السيكشوال سايكل هو الكاتس، اما الانترميديت هوست عندي الهيومنز واذر ورم بلودد انيمالز، دول الانترميديت هوست اللي بيحصل فيهم الاسيكشوال سايكل. الاول مورفولوجي، انا عندي 4 مورفولوجي للتوكسوبلازما، 3 عندي في الهيومن وعندي 1 في الكاتس. اول حاجه عندي زي ما احنا شايفين التروفوزايت ده شكله بيبقى كريسنت ان شيب، ليه بوينتد اند وليه راوندد اند. النيوكلياس بتبقى توورد ذا راوندد اند، سايز بتاعه 6 في 3 مايكرو. التروفوزايت بعد كده هينقسم لحاجتين على حسب الاميونيتي بتاعه الانسان. لو انا المناعه بتاعه الانسان يعني دخل على طول والمناعه ما لحقتهوش، فهيبدا يحصل له رابيدلي مالتيبلاي، رابيدلي هيتكاثر بسرعه جدا جدا، وده بيبقى اكيوت انفكشن، لان طبعا انا عندي المناعه هنا مثلا عنده اميونو كومبرومايزد بيشنت، فيبدا يتكاثر بسرعه جدا. ففي الحاله دي بسميه تاكي، تاكي يعني ايه انكريز، فهنسميه تاكي زويد. التاكي زويد ده ما بيلحقش طبعا الجسم يكون حواليه سيست وول، فبيبدا ياخد الخليه اللي هو جواها كسيست وول حواليها، فبيكون حاجه اسمها سودو سيست. ليه سودو سيست؟ لان انا عندي السيست اللي هو قاعد فيه التاكي زويد هو ملوش سيست وول، امال هو ايه الوول اللي حواليه؟ هو بتاع الهوست سيل اللي هو جواه، زي ما احنا شايفين في الصوره كده، انا عندي التاكي زويد جوه الهوست سيل نفسها، مش محوط نفسه بسيست وول، عشان كده سميناها سودو سيست. السايز بتاعها بيبقى واخد نفس السايز بتاع الانفكتد هوست سيل. طيب لو منعت الانسان ده كويس بتبدا تسلوز داون المالتيبيكيشن وتبدا تقلل المالتيبيكيشن ده، فساعتها هيتحول لسيتوزن 2 اسمها برادي زويد، برادي يعني مالتيبلاي سلولي، وده بيحصل اثناء الكرونيك انفكشن، وفي الحاله دي هيبقى عنده وقت ان هو يكون ترو سيست وول حواليه، مش هياخد الخليه كسيست وول، فهيبقى ليه سيست وول. فالسيست ده بيبقى بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على برادي زويدز بتوصل ليه thousands من البراديزويت، والسايز بتاعه بيبقى 50 ل 100 مايكرون. يبقى الفرق ما بين السودوسيست والسيست ان السودوسيست فيه تاكي زويت، السيست فيه براديزويت. السودوسيست ملوش هاز نوت سيست وول، اما السيست ليه سيست وول. السودوسيست فيه تاكي زويت، اما السيست فيه برادي زويت. التاكي زويت او السودوسيست الاقيه في الاكيوت انفكشن، الترو سيست بلاقيه في الكرونيك انفكشن. الوحيده اللي هو الستيج عندنا الموجوده في الكاتس هي الاوسيست. الاوسيست دوت هنا الكاتس بتبدا تنزلها في الستول، بتبقى اماتيور، بتاخد لها 3 ل 4 ايام عشان تبقى ماتيور وانفكشوس تو الهيومن. طب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين قدامنا، بتبقى عباره عن اوفال ودايسبوروسيستيك تترازوك. يعني ايه؟ يعني هي اوفال ان شيب لها وول وجواها 2 سبوروسيست، جوه كل واحده في 4 سبوروزويتس او تروفوزويت. السايز بتاعها بيبقى 10 في 12 مايكرون. انا عندي التوكسوبلازما بتعيش، هي قلنا اوبليجيت انتراسيربرازايت، بتعيش في كل النيوكلييتد سيلز ما عدا الار بي سيز. الديفينيتيف هوست اللي هو هيحصل فيه السيكشوال لايف سايكل اللي هي الكاتس اند اذر فيلاينز، يعني كل مشتقات القطط بقى، يعني كل الحاجات اللي شبه القطط بيمشي فيها يعتبر كديفينيتيف هوست للتوكسوبلازما. والانترميديت هوست عندي اللي هو المان والرودنتس واذر مامالز وبيردز وريبتايلز، هي لها وايد رينج من الانترميديت هوست، عشان كده هي منتشره. يبقى التوكسوبلازما ليه هي منتشره all over the world؟ لانها has many intermediate hosts.
الدايجنوستيك ستيجز بتبقى هما مين اللي انا هشوفهم في الانسان، مين اقدر اشوفهم في الانسان، اللي هما الثلاثه ستيجز اللي بيتكونوا عندي، اللي هو التروفوزايت اللي بيبقى في الدم، بعد كده لما بيبدا يدخل الخليه يتكاثر بسرعه يكون سيتوسيست، لما يتكاثر ببطء يكون تروسيست. اما الانفكتيف ستيجز كلهم هم كل الستيجز انفكتيف ستيجز الثلاثه اللي في الانسان، اللي هو التروفوزايت والسيتوسيست والتروسيست والماتيوكوسيست بتاعه الكاتس. ازاي الانسان ممكن يتعدي بالتوكسوبلازما؟ اول حاجه التوكسوبلازما طبعا معروفه ان هي بتيجي عن طريق اكل اللحمه اللي هي مش مستويه. انا عندي لحمه انفكتد بالتوكسوبلازما، لو انا ما طهيتهاش كويس ده ممكن يتعدى بالايه، بالتوكسوبلازما، زي الحاجات اللي هي ما بتاخدش على النار وقت، زي البرجر، زي اللانشون، الحاجات دي ما بتاخدش وقت على النار او ما بتلمس النار، فممكن تكون انفكتد بالسيست او سيست بتاعه التوكسوبلازما. يبقى اول حاجه انجيشن للاندر كوك ميت، وده هيبقى الانفكتيف ستيج بتاع عندي سوسيت سوسيت. تاني حاجه ممكن ان انا الناس اللي بتربي قطط وبتتعامل مع القطط، لو هي مش فاكسينيتد ويل او لو هي مش يعني مهتمين بيها كميديكال، هيبدا ياخد الاوست فود اند درينك كونتامينيتد، يبقى عنده بيربي قطه ويتعامل معاها، من بعد ما بيخلص مش بيغسل ايده كويس هيبدا ياكل او يشرب، فيبقى ايده فيها اوست من الكات فيسز او اندايركتلي، او عن طريق ان الفلايز تبدا تقف على الفيسز بتاعه الكاتس اللي هي فيه اوست وتبدا تنهلها لي على الاكل، تقف على الاكل او الشرب. ممكن برضو الاوست دوت يتنقل عن طريق الانهاليشن بالدست اللي هو فيه كات فيسز. يبقى عندي حاجتين، الاوست لام انجشن ان فود او درينك عن طريق الفلايز او عن طريق انهاليشن للاوست. بعد كده ممكن طبعا البلاد ترانسفيوجن والاورجان ترانسبلانتيشن، دوت طبعا بيبدا البلاد ترانسفيوجن ان التروفوزايت لانها طبعا بيبقى موجود في البلاد، بعد كده لما بيدخل الخلايا وبيبدا يدخل جوه الاورجانز ممكن يتنقل عن طريق الاورجان ترانسبلانتيشن. برضو الناس اللي هي بتتعامل مع البلد ممكن برضو يبقى اكتر عرضه اللي هم في المعامل ان هم يجي لهم انفكشن بالتوكسوبلازما بالذات التروفوزايتس، والتوكسوبلازما من البارازايتس اللي بتتنقل عن طريق البلاسنتا كونجنتال ترانسميشن، لما المذر بتبقى اول مره تاخد الانفكشن سواء اثناء وهي حامل او قبل الحمل بحاجه بسيطه قوي، ولازم عشان يحصل كونجنتال ترانسميشن والتروفوزايت يبدا يعدي للبيبي، لازم المذر دي تكون اول مره تاخد الانفكشن ما تكونش اميون قبل كده، تاخدها اثناء الحمل او قبل الحمل بفتره بسيطه. بالنسبه لللايف سايكل انا عندي بتم في اتنين هوست، اللي هو الديفينيتيف هوست اللي هو الكاتس والانترميديات هوست. الكاتس طبعا بتنفكت عن طريق ان هي تعمل انجيشن للاوسيستس في من الكات فيسز بتاعتها، او تعمل انجيشن للسودوسيست او سيست في الفلاش بتاع الرودنت زي الراتس والحاجات دي. بعد كده لما بيخش يحصل ريليز للتروفوزايتس في الانتستاينال وول بتاع الانتيرو سيست بتاعه الانتستين بتاعه الكات، ويحصل لها اسيكشوال ريبرودكشن بشيزوجني اند جاميتوجني لحد ما يكون زيجوت. بعد كده لما بيكون زيجوت يبدا الزيجوت ده يتحول لاوسيست، بيبقى انسبوريولوتد اوسيست في الانتستين، يبدا ينزل بعد كده في الكات فيسز ويبقى اماتيور، يحصل له يقعد في السويل 3 ل 4 ايام وبعدين يبقى انفكتد اند ايه اسبوريوليتد او ماتيور. بتبقى انفكتد لكل الهوست تبدا عن طريق الانجيشن، لما الانسان يتعدي عن طريق انجيشن اوف الاوسيست او انجيشن للسودوسيست او التروسيست في الاندر كوك ميت، يبدا بعد ما بياكل بيحصل ريليز للسبوروزايتس في الانتستين بتاعه المان، يبدا يعمل ريليز للي هو الليمفويد ماكروفاجس اوف الانتستين في اللامنيا بروبريا اوف ذا انتستين، ويحصل له مالتيبليكيشن هناك. بعدها بيبدا يخش على الميزنتريك ليمف نودز عن طريق الليمفاتكس، ومن الليمفاتكس وهناك برده بيحصل له مالتيبليكيشن، وبعد كده عن طريق هيماتوجينس سبريد يروح للفاريس اورجانز. هناك بقى في الاورجانز بيبدا يكون على حسب المناعة، لو مناعة الإنسان ضعيفة بيبدأ يكون السودوسيست اللي هو مالتبلاي رابدري اللي هي جواه التاكيزويتس، ويكون السودوسيست اللي بعد كده بيرابشر ويبدأ يعمل انفكت نيو هوست سيلز، أو لو المناعة الإنسان ده مناعته كويسة وإميونو كومبتنت يبدأ يحصل سلو داون للمالتبليكيشن بتاع التروفوزايت تحول لبراديزويتس ويكون حواليه ترو سيست وول. سيست وول ده بيفضل في الأورجانز، بيبقى في ديفرنت تيشو أورجانز، منها أكتر حاجة سبيشال البرين والأي والمسلز، بيفضل للايف أوف ذا هوست وزاوت اني هوست رياكشن، وممكن يقعد لمانس وممكن يقعد ليرز، مش هيعمل أي مانيفستيشنز إلا لو المناعة دي بدأت إيه تقل. طبعا قلنا بيحصل كونجنتال انفكشن للفيتس عن طريق التروفوزايت اللي بيعدي للبلاسنتا.
احنا كده خلصنا اللي هو الستيجز بتاعه اللايف سايكل والمورفولوجي واللايف سايكل. نخش بقى على الديزيز بتاعي. قلنا ان التوكسوبلازما بتعمل ديزيز اسمه توكسوبلازموزس. توكسوبلازموزس في الاول خالص بتعمل لي جنرال مانيفيستيشنز، وبتبقى ميميك اني ديزيز، يعني هي بتبقى تتشابه مع كل مع ديزيز كتيره جدا، لذلك هي احنا ما بنعرفش نشخصها في الاول خالص، لانها بتسبب لي فلو لايك سيمتومز، بتعمل اعراض زي اعراض البرد بالظبط، اللي هو فيفر بقى وتكسير في الجسم، وبتعمل هيدك، وبتعمل كمان سوالو الليمف نودز، لانها بتروح للليمف نودز وبيحصل لها مالتيبيكيشن، وممكن تقعد لاكثر من شهور بنفس الطريقه واحنا مش عارفين نقطه التشخيص. طيب التوكسوبلازما ديت بتبدا تصيب الانسان. عندي حاجه نوعين من التوكسوبلازما، يا اما اكوايرد توكسوبلازموزس اللي هي بتصيب الانسان عادي، وعندي كونجنتال توكسوبلازموزس اللي هي بتيجي في البريجننت وومن. الاكوايرد توكسوبلازما على حسب مناعة الإنسان، طب هو immune competent ما بتعملش أي symptoms خالص، بس بستكشفها يعني accidentally كده عن طريق الانتي بوديز في السيروم، لما immune compromised. وده المهم عندي او المشكله عندي، ان التوكسوبلازما لو حصل لها جت في اميونو كومبرومايزد بيشنت، ده بتبقى حاجه وحشه جدا، لانها تعتبر اوبورتيونستيك ديزيز. اوبورتيونستيك يعني بتيجي في بتنتهز ان الانسان ده مناعته واقعه وبتبدا تعمل انفكشن. فعندي المين مانيفستيشنز دي في الاميونو كومبرومايزد بيشنت بتيجي من حاجتين، يا اما عيان كان عنده كرونيك انفكشن وطبعا قاعده مسالمه خالص ما بتعملش اي حاجه، واول ما المناعه بدات تقع حصل ري اكتيفيشن وبدات تدخل العيان في المانيفستيشنز بتاعت الاكوايرد توكسوبلازموزس، او واحد مناعته اصلا من الاول وقع خالص وجه عنده برايمري انفكشن. ايه اللي هيحصل؟ قلنا هي بتروح ل ديفرنت تيشو اورجانز، ومنها اكتر حاجه البرين والمسلز والاي. تروح البرين تعمل بقى داخل العيان ده في انكيفالايتس، تعمل كوريوريتينايتس في العين، تعمل انفلاميشن في الريتنا والبوستيريور اي والكرويد بلكسس اللي هي في الكرويد اللي هي موجوده في الاي. انكيفالايتس بتعمل انفلاميشن في التيشو برين تيشو، بتعمل نيومونايتس بتروح لللنج وتعمل انفلاميشن في اللنج، والليمفادينايتس بتعمل انفلاميشن في الليمف نودز، هيباتوس بلين وميجالي طبعا بتكبر الليفر والسبلين لانها من المالتيبليكيشن اللي بيحصل، مايكاردايتس ممكن تروح للهارت كمان وتعمل انفلاميشن في المايكارديوم اوف ذا هارت. طب في حاله البريجننت وومن بتعمل كونجنتال توكسوبلازموزس، ده بيتنقل طبعا ترانس بلاسنتال، وده بيحصل ديورنج برايمري اكيوت انفكشن بتاع البريجننت. قلنا لازم الام دي تكون اول مره يجي لها الانفكشن ويكون جاي لها اكيوت انفكشن. الكونجنتال توكسوبلازموزس، عندي الكونجنتال توكسوبلازموزس حاجه من اتنين، الام دي لاما في الاول لو خدت الانفكشن في الفيرست تريمستر، ده يعني دوكيومنت ان هي ممكن تولد نيو بورن بيبي ويز كونجنتال انوماليز، او الاول يعني في الفيرست تريمستر في الفيرست تريمستر ممكن ان هي تتعرض لابورشن وستيل بيرث ومسكارج، وان هي تفقد البيبي. لو هي خدتها متاخر شويه في البريجننسي، حاجه من الاثنين، يا اما تولد طفل بيبقى عنده فيتال ابنورماليتيز وبيبقى مولود بكونجنتال انوماليز، والكلاسيكال ترياد معروف بتاع الكونجنتال توكسوبلازموزس ثلاث حاجات. عندي هيدروكيفالس زي ما احنا شايفين هنا في الصوره، بيبقى عنده الفنتريكلز بتبقى مسدوده، فبيبدا السي اس اف ما بيعرفش ما بيحصلوش درينج، فبيبدا يترسب والاي والراس بتبدا تبقى كبيره كده. تاني حاجه لو انا عملت اكس راي سكال هلاقي انتروسيبرال كالسيفيكيشنز، نقط كده بتبقى لونها ابيض بتبان في الاكس راي ان ده بيحصل كالسيفيكيشنز، وكوريوريتينايتس انفلاميشن في الريتنا والكرويد بتاعه الاي، ده بيتقلب بيه الطفل كده اول ما اشوفه اعرف ان ده كونجنتال توكسوبلازموزس. يبقى ليت كومبليكيشنز، يعني هي والده طفل كويس جدا جدا وابرنت نورمال، بس بعد كده بيحصل له كومبليكيشنز ليت، سواء في اثناء التشايلد هود لما يكبر شويه نبدا العيان ده يخش في نوبات ابيليبسي، يجي له صرع ويحصل له منتال ريتارديشن، نحس ان هو منتالي مش كويس. تاني حاجه لا اما الاعراض تبدا تظهر في الادلت هود لما يكبر ويوصل لمرحله الادلت، ودي بتبقى اكتر حاجه بتجيله اكتيف ريتينوكوريدايتس انفلاميشن في الريتنا والكورويد، وبيبقى عنده امبيرد فيجن. طيب
ازاي اشخص عيان عنده توكسوبلازموزس؟ عندي الجايد لاينز. اول حاجه اي دايجنوزس في الباراسيتولوجي، احنا عارفين ان هو كلينيكال ولابوراتوري. كلينيكال اول حاجه اخد من العيان ان هو هيستوري، اتعامل مع قطه بقى او في بلد انديميك للتوكسوبلازموزس، وكلينيكال مانيفيستاشنز يعني هي طبعا نون سبيسيفيك لانها ميميك اذر انفكشنز. لابوراتوري عندي لا اما دايركت اشخص اللي اشوف حاجه تدل على وجود البارازايت بعيني، او اميونو دايجنوزس، وده المين دايجنوزس في التوكسوبلازموزس اللي بنعتمد عليه اصلا في حياتنا العمليه، ان هي ما بتتشخصش الا بالاميونو والبي سي ار وايمجنج تكنيك زي الترا ساوند، اكس راي، سي تي، ام ار اي. اول حاجه بعتمد على الكلينيكال بيكتشر، بس مش يعني ما بتوصلنيش الدايجنوزس قوي لانها بتبقى نون سبيسيفيك وانها ميميك سيفيرال اذر انفكشوس ديزيز. لابوراتوري عندي الدايركت لابوراتوري دايجنوزس، اول حاجه ان انا ببدا اشوف التوكسوبلازما جوندياي مايكروسكوبيكالي، ان انا ببدا اخد عينه من الانسان دوت، سواء تيشو انفكشن، اخدت بايوبسي من اللارجد ليمف نودز، او اخدت سيروم سامبلز من البلد. في الحاله دي ببدا ابص على التوكسوبلازما، سواء بقى التروفوزايتس لو هي عينه بلط او هي عينه تيشو، هبدا اشوف السودوسيست او السيست، وطبعا لازم اعمل لها ستين بالجمسه. طبعا بلاقي كريسنت ان شيب اللي هو ايه التوكسوبلازما تروفوزايت ده في الاسيتيك فيلوب. ده طبعا لو انا خدت تيشو عملت له هيستوباثولوجيكال اكزامينشن البرين تيشو، لقيت جواه اللي هو التوكسوبلازما جوندياي سيست في البرين، عشان ده وقت اكتر مكان بيتكون فيه التيشو سيست بتاع التوكسوبلازما، بيبقى اكتر طبعا في الاميونو كومبرومايزد بيشنت بيعمل لي فيتال برين انفكشن. طب الاندايركت بقى لابوراتوري دايجنوز اللي هو اميونو دايجنوزس، ان انا بعمل ديتكشن لحاجتين، لا اما ديتكشن للانتي بودي، لا اما ديتكشن للانتيجين. ديتكشن للانتيجين ده مهم جدا في عيان اميونو كومبرومايز بيشنت اللي هو اصلا ما بيعرفش يكون انتي بوديز. ففي الحاله دي هبدا اشوف التوكسوبلازما جوندياي انتيجين بالاليزا تيست. اما ديتكشن الناس اللي هم بقى عندهم ممكن يكونوا انتي بوديز اللي هو الاميونو كومبتنت وبدات مناعته تقل او في الحامل، ببدا اشخص التوكسوبلازما عن طريق الانتي بودي اللي هم الاي جي جي والاي جي ام بالإلايزا او الاندايركت هيما اجلوتينيشن تيست او الاندايركت فلورسنت اجلوتينيشن تيست. طب امتى اقول ان العيان ده عنده اكتيف انفكشن وعنده توكسوبلازموزس؟ عن طريق حاجتين، ان انا الاقي عنده انتي توكسوبلازما اي جي ام، او عنده الاي جي جي في رايزنج تتر، يعني التتر بتاعي بيزيد. انا دلوقتي عملت التتر بتاعي دلوقتي لقيته مثلا 30 او حاجه، بعدها بثلاث اسابيع تاني طلبت تاني لقيت ان الاي جي جي بيزيد ب 4 ل 16 فولد عن اول عينه خالص انا خدتها. فلما يبدا يزيد في سكند سامبل اللي انا باخدها بعد ثلاث اسابيع من الفيرست سامبل، بلاقي الاي جي جي تتر معايا بيزيد، كده يبقى انا عندي اكتيف انفكشن او اكتيف توكسوبلازموزس. طبعا مهم جدا في العلاج برضو، وانا باخد العلاج ابدا اشوف الاي جي جي بيبدا يقل ولا لا. طيب عندي حاجه مهمه جدا في التوكسوبلازما برضو، وده اهم تيست بنعمله اللي هو التوكسوبلازما اي جي جي افيديتي تيست. يعني ايه كلمه افيديتي؟ افيديتي يعني في عندي قوه. انا التيست ده بيقيس القوه، قوه الاي جي جي او قوه تمسك الاي جي جي بالسبيسيفيك انتيجين. يبقى انا عندي الجسم بيبدا يطلع سبيسيفيك اي جي جي للسبيسيفيك توكسوبلازما جوندياي انتيجين، فالافيديتي بيقيس القوه التماسك ما بين الاي جي جي والانتيجين بتاع التوكسوبلازما. طيب انا ده بيفيدني ازاي؟ ان انا مع الانفكشن كل ما الانفكشن تبقى قديمه كل ما الافيديتي بتاعتي دي بتزيد. يعني انا لو لسه واخد الانفكشن فكده ان الاي جي جي produced within the first few months following primary infection، ده العينه دي هيجي لها او ممكن يحصل congenital toxoplasmosis لو هي حامل والانفكشن قل. يبقى لو هو low avidity العيان ده لقيت قوه ما بين تماسك الاي جي جي مع الاي جي مع السبيسيفيك انتيجين دوت بتبقى قليله، يعني السترينث مش قويه قوي، ده طبعا بيجي لي في الفيرست فيو مانس بعد البرايمري انفكشن. فلو لسه واخد الانفكشن هبقى عندي لو افيد. لو انا واخد الانفكشن وعدى عليها شهور كتير وسنين كتير انا خلاص العيان ده واخد انفكشن من زمان جدا ومفيش منه خطر، فكده لو الست دي حملت عادي مفيش اي مشكله ان هو مش هيحصل كونجنتال توكسوبلازموس. الخوف عندي لو هي ولسه واخده الانفكشن برايمري انفكشن ولقيت عندها لو افيديتي تيست، ده معناه ان هي لازم تتابع معايا لان ممكن يحصل ريسك اوف كونجنتال توكسوبلازموس. ده بيفرق ما بين الريسنت والباست توكسوبلازما انفكشنز، والافيديتي بيقيس قوه الترابط ما بين الانتيجين والانتي بوديز. فانا لو انا لسه
واخد برايمري انفكشن ولسه بكون او لسه الانتي بوديز عندي لسه بتتكون، فده معناه ان هي قوه التماسك ما بينهم هتبقى قليله جدا، اسمها لو افيديتي. فده طبعا بتبدا تزيد مع يعني كل ما يعدي على الانفكشن ويكس او مانثس تبدا تتحول لهاي افيديتي. فانا ببدا اول ما باخد الانفكشن بتبقى لو افيديتي، قوه التماسك ما بين الانتي بوديز والانتيجين قليله، تبدا على مدار الاسابيع والشهور تبدا تزيد قوه التماسك ما بين الانتيجين والانتي بوديز تتحول لهاي افيديتي. طيب لو انا لسه في الاول خالص وانا لسه انتي بودز متكونه وفوق افيديتي، ده معناه ان انا ريسنت انفكشن، لسه في الاول خالص ولسه واخد الانفكشن. اما لو العيان ده لقيت عنده هاي افيديتي، ده معناه باست انفكشن وده ما يتخدش منه نو ريسك اوف كونجنتال توكسوبلاستيك او ايه الخطه بتاعتي. لو انا عيانه جايه لي عندها ماترنال انفكشن، او يعني ازاي بقى اعرف هي عندها ماترنال انفكشن ولا لا، وايه الريسك بتاع الكونجنتال توكسوبلازموزيس. اول حاجه لو واحده حامل وجيت بعد كده طلبت منها انها تعمل لي الاي جي جي انتي بودي، لو انا لقيته نيجاتيف يبقى ده الحمد لله كويس، ما خدتش انفكشن خالص في حياتها، بس لازم اتابعها. لو هو بوزيتيف اطلب منها الاي جي ام عشان اشوف هل هي خدت ريسنت انفكشن معايا ولا دي كانت اولد انفكشن. لو هي الاي جي ام نيجاتيف ده معناه ان هي مفيش ريسك اوف كونجنتال توكسوبلازموزيس، لكن لو بوزيتيف الاي جي ام ده معناه ان هي ممكن تكون خدت ريسنت انفكشن، لازم اطلب الاي جي جي افيديتي. لو هو لو افيديتي يبقى انا خايف في الحته دي لانها تعتبر ريسنت انفكشن، ولازم اتابع معاها عشان اشوف الحمل ما يحصلش كونجنتال توكسوبلازموزيس. لو هو هاي افيديتي كده معناه ان هي كانت باست انفكشن ومفيش خوف خالص ولا في ريسك للكونجنتال توكسوبلازموزيس. اذر انفستيجيشنز عندي ممكن اعمل ايمجنج تكنيكس، اعمل بقى اكس راي عشان ده مهم جدا في حاله اللي هو الكونجنتال توكسوبلازموزيس الكلاسيكال ترايد اللي هو الانترا سيريبرال كالسيفيكيشنز، سي تي والام ار اي للبرين ليجنز، ابدا اشوف البرين ليجنز بتاعتي والسيست اللي بيتكون في التيشو، بي سي ار طبعا ده بيشوف لي التوكسوبلازما دي ان ايه، وده سبيسيفيك جدا وحلو جدا للاميونو كومبرومايز بيشنز اللي هم مش بيتكونوا انتي بودز. بلاد اكزامينشن هنلاقي البارازايتس ده طبعا لانه بيبقى في الليمفويد تيشو والليمفاتكس، فبيعمل ليمفوسايتوزس. والكونجنتال توكسوبلازموزيس ازاي لو حاله عندها كونجنتال توكسوبلازموزيس بقى خلاص اشخصها ازاي؟ ان انا ابدا اشوف الاي جي ام عن طريق الانتي توكسوبلازما اي جي ام من الامنيوتيك فلويد، اخد العينه من الامنيوتيك فلويد اللي هو السائل حوالين الجنين او السيرم، وابدا اشوف الاي جي ام او اعمل بي سي ار. طيب ازاي اعالج حاله توكسوبلازموزيس؟ على حسب، انا لو عندي العيان دوت كرونيك اسيمتوماتيك ما بيشتكيش خلاص وهو كرونيك وقاعد وكويس، ده مش محتاج تريتمنت. لكن لو عيان جاي بيشتكي وفي كيوت سيمتوماتيك كيسز، ابدا اديله الدراج اوف تشويس اللي هو بايريمسامين وسلفدوكسين. لو وسبايرامايسين ده سيف في البريجنسي، بيتاخد 3 جرام بير دي لمده 3 ل 4 اسابيع. عشان اصلا من الاول بالتوكسوبلازموز دي مهمه جدا، ان هو اول حاجه امنع الانفكشن من الاول خالص، نغسل الفيجيتابلز والفروتس كويس عشان ما يحصلهاش كونتامينيشن باي حاجه بالفلايز او الكاتفيسز، امنع احمي الاكل ان انا اغطيه من الهاوس فلايز، اللحمه ابدا اطهيها كويس جدا، بعد ما اتعامل مع اللحمه برده لازم اغسل ايدي كويس جدا بالميه والصابون. الناس اللي انا البلاد دونرز لانها بتتنقل عن طريق البلاد، ابدا اعمل سكريننج للتوكسوبلازما. اهم حاجه برضو الناس اللي هي بتربي الكات، لازم طبعا تمنع ان الكات تاكل روميت عشان امنع اللايف سايكل انها تمشي. الكات طبعا كل فتره ان انا اخدها اعمل لها اكزامينشن هل عندها توكسوبلازما ولا لا، واعتني بيها واديها تطعيمات بتاعه التوكسوبلازما. المكان اللي هي الليتر بوكس بتاعه الكات لازم اغيره كل يوم يوميا، ولازم انضفه كويس جدا بميه مغليه، وبعد طبعا ما اتعامل مع الكات لازم اغسل ايدي كويس جدا بالميه والصابون عشان امنع الانفكشن. بقى اللي هي لسه حديثي يعني في الجواز، عشان ابدا اي ست بتبقى جوازه جديد لازم طبعا تعمل تيست للتوكسوبلازموزيس عشان الحمل، وان انا امنع الريسك اوف كونجنتال توكسوبلازموزيس. لو انا الست دي لقيتها سيرولوجيكالي نيجاتيف، يعني عمرها ما تعرضت لتوكسوبلازما في حياتها خالص وبقت حامل، لازم طبعا اولادها تجيلي كل شهرين او 3 شهور علشان انا اخاف من الحمل الحامل بالذات ان هو يحصل ايه سيرو كونفرجن، ان الست دي تبقى نيجاتيف وتبدا تتحول لبوزيتيف IgG. فدي لو حصل سيرو كونفرجن، معنى سيرو كونفرجن ان هي تتحول من نيجاتيف لبوزيتيف، دي بوزيتيف IgG، فدي بتبقى ايه اوحش حاجه وبتزود الريسك اوف كونجنتال ترانسميشن، ودي اللي بنخاف منها في الست الحامل. طبعا دي questions بس استاذنكم طبعا تحلوها وتقروها. لو اي حد واقف قدامه حاجه ممكن يسالني، انا دكتوره هاجر مدرس في قسم الطفيليات الطبيه.
فاتهم يا رب. شكرا جزيلا.